قد ما تفدلك وتلعب برا الميدان قد ما نفوزي في الميدان. اي تهجم تصير فازات تغش فيهم في الكره واحد يقول كلمه مدريد به في الميكرو بالله ياتو. الحاجات اللي لوموا عليه لموهم عليك انت في ترجي حكايه السمنه، شنو هي حكايتك مع السمنه؟ حكايه البوا ما ديما نكرا في الليل حلو وكل شيء معناها مغلوم بالتبخمير. اي خويا كومين بروفي جوي بروفيسيونيل وما يرد باله على بدنه. سامح حد البالي في تصريح ليه مراك اكيد سمعته قال الخطايا نتاع البوا نتاع ادم يبنو يوتفا ديال في اللاك. ديما خطايا. اي خطايا على الميزان الناحيه ولي مش على حاجه اخرى معناها. طيب يجي تاع البو ادم نحس فما عدم وعي معناتها انك تلعب في نيفو في لو نيفو معناها في الاسبيرونس معناها نحس فما ديسبلين معناها يمكن حاجه هذه خليك تبع الديسبلين خلينا نكمل لك وبعد نكمل ديسبلين ديسبلين بالطبيعه كل شيء تبع ديسبلين اذا كنت تلعب في لو نيفو كما هكا حتى ديك انت كنت اجي تعمل كريم اخير ادم خاطر الناس الكل بالاجماع ادم الناس الكل تحكي عليك على البوتونسيال نتاعك معناها لكن ضيعت نقولوا بالحاجات كما هكا واحد تو لازم حاسب ينسى الحاجات القدام هذوكم تاع البوا كل شيء و ديجا مازلت صغير تو 26 ان شاء الله وجه اخر راهو سنين وكان مغلوم بالبيتزا واللازانيا في بالي اي وصلوها لك زبده فاهم انا تقلقت من كلمه قالها لك معين على الميزان لا والله لا ما خاطر عندي بحكي ما وصلش روحي يقولوا لي لا والله ما وصل روحي يقولوا لي كلام درك في وال على حكايه الميزان انا لا ولا ما نوصل روحي ما حتى واحد يقول لي حاجه درك كيف جوز هاوك ينصحني يحكي معايا ما في الاسبيرونس كان فما موعد ذهني محمد العروسي بريباراتي مون قالوا له قالوا له ديجا اش قالوا له قالوا له كانش تحكي معايا مش تهبل انت حكي معاك لازم هو قال سموحه قالوا قالوا كان مش تحكي معايا لازم كان تجيب طبيب الروح قدام بعض حكي معاك هو والله احكي به احكي لي شنو مثلا البلوس نتاعو اللي عطاه لك ولا عرفش والله يحكي لي على ليزونترينمون كل شيء مش على حاجة أخرى معناها لازمك هكا وتجري هكا هكا فما فايدة يفهم هو سبورتيف ديجا هو لا والله فما فايدة شنو الخطاب اللي عداه لك معناها برشا حاجات يقول لك فيما يتعلق بموضوع السن الكونسنتراسيون سيرتو في الكورة وكل شيء يقول لي مثلا كي تروح حط حاجات في مخك تنجم تعملهم مش غدوة تطبقهم في التيران فازيت هكاك هذا بالكورة فهمتك بالنسبة للماكلة لا سبيل إليه هو انت ضايق لحمتك جريه شويه ولا عادي نتاع عبد نورمال مش مش جريه عادي نورمال فهمتك لا فوتبول واحد لازم عرفت زفلتوت على الاخر لازم صحيح هو انت ما كنتش قبل صغير بريود الاخر بعد ولا اي اي صغير كنت جوان 2019 ادم قضيتك قبل ما ايامات من يوفا الكونترا نتاعك قلت لي قاعدين نحكيو على التجديد نتاع الكونترا علاش ما كملتش في تراش لا ما تفهمنيش مليح وقتها باش ما تفهمنيش وكا وزيد فما عرض وقتها نادي بنزرت كاو اخترت شنو نلعب سي باش نكور وقتها يا ما قلت لك بليك حبوا يطيحوك في السادير ما حبيتش مش ما حبيتش خلو تنخم مشيت على روح صح شكون وقتها اقترح عليك تجديد؟ انا حكيت مع سي رياض وقتها حبوا برشا يهبطوك في السادير نتاعك يا هبطوا نورمال اي قد ايش تر مثلا حبوا تروحوا في السيارة اشترى هكاك قلت لي مشيت روحت كاو صحت في السيابي السيابي كان خير المونتون اللي اقترحوا عليك قد ايش؟ ما نجمش باهي حكيت على معين برشا شنو رايك اليوم في الانتقادات للمعين الشعباني رغم اللي توج بزوز تشامبيونز ليغ اليوم يحكيوا عليه برشا بون في الاسبيرونس الاسبيرونس جمعية ما تبارش معناها تو كل وقت ووقته كيما نقولوا مثلا ينجم يبدا مثلا جوار باهي قبل وطاح شويه من بعد معناها باش ينتقدوه بالطبيعه اي عبد هكاك ديجا في الكوره نهار معاك ونهار مش معاك الكوره ما ترحمش هكاك انت شنو رايك الاسبيرونس تشوفها مش قاعده تقنع اليوم بالملاعبين اللي موجودين فيها بون فما جوارات باهيين في الاسبيرونس وكل شيء ما نعرفش تويكا ما تحكمش عليها مازالت كي بدات معناها البطوله سبعة ماتشات نتصور من بعديك كل شيء يوضح ديش. حتى كليت الكلاسمون قراب لبعضهم الكل اي سبعة ماتشات ثمانية تهرب واحدة تفهم كل شيء في تونس اكيد شنو حكيت شعبان؟ شعبان؟ اي علي البريقي قال لك شعبان واتباعه الكل ابي ادم كاسل علي صاحبي ادم علاش العلاقة مع ترجي ما فاتش بصفة ودية؟
كيفاش؟ خاصة فيما يتعلق بأمور الفلوس ويحطبعش كيت باللجنة النزاعات. ما بالطبيعة توا بصور جمعية مثلا، أي جمعية في هبخيتو هذاك حقي، أي جوار زاد في تونس مثلا يقولوا ما يشكيش بالجمعية ولا ما نعرفش علاش، فما جوارات مثلا سبوهم ولا فاز، هذاك حق الجوار معناها ملاعب يكور ديجا، حتى كي يبدا فما فلوس أخرين في وسط فما فلوس أخرين أباري هذوكم في وسط معناها السيزون 2017-2018 فما ما سي بون يموتوا عليه الجوار في تونس هذوك. لا متفاهمين أما في العادة الإسبيرونس معناها بصفة ودية تاخذ فلوسك من غير ما تشكي ولا ما حبوش يخلصوك وقتها. بون ما حكيتش باش يخلصوا معناها جوست شكيت وكا إي فهمتك. مش كلام نقول ما تعطوني فلوسي ما نكلمش بيان سور بطبيعتي ما نكلم حد. علاش؟ أنا هكاك كل عبد بطبيعته خشم أنا ما نكلم حد. الهدف الثاني للسي أبي هاي الحمد لله ان شاء الله يسار اليوم. وقتها كان فما اوفر من ليتوال بعد ما خرجت قبل السي ابي بعد خرجت. لا لا فما كلام حكايات وكل من بعد سي اس اس كيف لا 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 من بعد ركزت مع السي ابي ما كانش فما حد شيء اوفر اوفيسيال ولا حاجه. واضح.